طيب، الأمر الثاني أو السؤال الثاني الذي يكثر في هذه الفترة حول صيام رمضان، يعني هل هذه الجائحة أو هذا المرض أو هذا الفيروس يسمح للناس أن تصوم شهر رمضان أو لا يسمح؟ يعني نقول من ناحية علمية، يعني لم نرى ولم نقف على أي سبب يجعلنا نعتقد أن هذا الفيروس يمنع الصيام أو يؤدي إلى منع الصيام. لذلك كحكم عام نقول أن هذا المرض لن يمنع أو لا يمنع أو ليس هو سبب أو ليس هو حجة ممكن أن يتخذها أو تتخذ لمنع الناس من صيام رمضان. إلا أنه إخواني الأحكام العامة يعني لها كما قلنا أو كما دائما نقول لكل قاعدة شواذ، يعني الحالات الخاصة يعني تقدر في لحظتها في حينها. أي إنسان يستشعر أنه لا يستطيع الصيام لأي سبب كان، عنده عذر شرعي أو طبيب مسلم قال لهذا الإنسان أنت كشخص لا يسمح لك بالصيام، فإن صمت يعني ستؤدي بإحداث ضرر على نفسك، فنقول أن هذا الإنسان صار عنده عذر شرعي أن لا يصوم رمضان وأن ينتظر حتى يرفع الله سبحانه وتعالى عنه الغمة، إن رفعت فيصوم، فإن لم يستطع يعني الله الدين ديننا يسر والحمد لله، عنده إمكانية أن يخرج كفارة الصيام إن لم يستطع أن يصوم. فبشكل عام نقول لا يوجد سبب يمنع الصيام، ولكن يعني كل حالة ينظر إليها بحد ذاتها، ولا بد من شهادة طبيب مسلم مؤتمن لهذه الحالة التي تسمح له بالإفطار في شهر رمضان.